اهلا وسهلا بالوريدات ديالي اميراتي الفنات اللي منورين ليا الحياه. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيد نسا مع شهرزاد. اليوم البنات غنتشارك معكم واحد القصه اللي وصلتني تقريبا هذه واحد 6 شهور وتقدر حتى اكثر. دويت مع مولاتها ولكن قلت لها بحرفيا ما نقدرش نحط القصه ديالك حيت قصه اللي انا فاش غنعاود لكم غتعرفوا علاش. قصه لي شويه ما كنعاودش بحال هاد القصص كيجيوني انا ما عرفتش صعيب بزاف باش انك تلقاي الكلمات باش انك تقدري توصلي الفكره. المهم كنت كنحاول انني نتجنب بحال هاد النوعيه ديال القصص وصافي. والسيده تفهمات وقالت لي انا فاهمه كشهرزاد وكلشي وبقيت انا وياها على تواصل حتى النهار اللي غيوقع ليها المشكل اللي وقع مؤخرا. ثم تواصلت معايا وقالت لي شهرزاد انا عارفه انك ما غتقدريش تحط القصه باش تشاوري مع البنات، بغيت نشاور معك بوحدك، بغيت نعرف بالضبط اشنو غادي ندير. انا ما نكذبش عليكم باش ناخذ مسؤوليه فحال هادي ونعطيها نصيحه من عندي ما قدرتش. اضطريت انني نعاود القصه ديالها كيف ما كنقولوا. انا غنقمقم وانتم غتفهموا. انا عارفه مزيان ان بناتي مقرصات مجبدات، ماشي ضروري نهضروا في الموضوع بطريقه مباشره، نعاودوا بطريقه غير مباشره وانتم غتفهموني وغادي نعطيوها الحل ان شاء الله اللي يقدر انه يسلكها في هذا الشيء اللي واقع فيه. المهم ما غنزيدش نطول عليكم اكثر وندخلوا مباشره في القصه ديال نهيله. سميتي نهيله واليوم جيت نعاود لكم حكايتي ومجرى فيها وغادي نبدا لكم القصه ديالي من الاول ديالها. انا البنات حليت عينيا في واحد الاسره اللي ما خاصها حتى شي حاجه. عندنا الدار ملك، الاب ديالي كان موظف، مامتي ربات بيت، كنا بينا 4 ديال الخوت، جوج ديال الدراري وجوج ديال البنات. كنا عايشين بخير وعلى خير. انا كنت في صغري مشاغبه بزاف وكنت في القسم كسوله بلا قياس لدرجه في الرابع ابتدائي كنت سقط، وانا كان ممكن نسقط من التحضيري والثاني والثالث غير الاساتذه كانوا كيدفعوا فيا. مهم في الرابع كنت سقط، ومن بعد في السادس سقط، طلعت للكوليج سقط في الثامنه، طلعت لليسي سقط في السانكيام وخرجت حيت وليت كنبان انا هي ماماهم كاملين. وتبارك الله كنت طوله وتجريده، اللي يشوفني ما يقول غير استاذه كتقري في هذه المدرسه. فهذيك الوقيته صافي بغيت نجلس في الدار. في الاول قلت غادي نجلس ونخدم، ولكن فيما كنمشي نقلب على شي خدمه كنت كنلقى مشكل. ما كنلقاش شي خدمه اللي زوينه وانايا حاشاكم في الساكيان وباغا نخدم في البيرو ونهز السيلو. مهم ما باغاش شي خدمه اللي فيها التماره، ما نقدرش نمشي ندير الميناج ولا شي حاجه بحكم ان الاسره ديالي او العائله ديالي ما كانوا منقصين عليا حتى شي حاجه. يعني كنقلب على شي خدمه اللي تكون زوينه. خدمت مع واحد الطبيب، دوزت معاه شهر وهو يجري عليا حيت كنت ديما مرونة ليه المواعيد. خدمت عاوتاني في واحد المغازه، ما تفاهمتش معاهم، ما كنتش كنعرف نحسب نرد الكليه الفلوس هما هادوك، انا ماشي مطنقه والله ما عرفت البنات. المهم انا هكا دايره الصراحه تكال، انا الحساب بخاطيني ما عديش معاه وكنت كنسى واحد الانسانه مهمله. المهم هادشي اللي قسم عليا الله. ما علينا، بقيت جالسه غير في الدار، كانت الصراحه حتى شي حاجه ما ناقصاني. فديك الوقيته ولا عندي التفرغ، وليت كنضل داخله الفيسبوك انستغرام وكندخل حتى المواقع ديال الزواج. المهم يا هذيك اليوم وغدا حتى النهار اللي غنتعرف على واحد الشاب. السيد هضرت معاه في التليفون، بدينا كنتعرفوا شنو سميتك شنو كدير شنو هادي شنو هادي. مهم السيد قال لي انه موظف في واحد الشركه اللي كانت معروفه، بالدار ديالو بالطوموبيل ديالو ما ناقصو حتى شي خير. الام ديالو ميته، الاب ديالو مزوج مرا اخرى، خواتاتو كلهم مزوجات، يعني عريس لقطة جدا. فديك الوقيته حنا كنا غير مجرد تعارف، ما كنتش عارفه السيد واش باغي المعقول ولا غير كيتفلى. المهم هو ما كان ساكن في المدينه اللي كنت ساكنه فيها انا، كان ساكن في واحد المدينه واحده اخرى. ما غندوش معاه بزاف حتى غيقول لي بغيت نجي نشوفك مباشره. انا هادشي ديال التصاور ما كنثقش فيه. فعلا كنت لقيت انا وياه والسيد غير مشيت لدارنا وبلا لاصقني لصقات العمه في الظلمه حيت عجبته بلا قياس. انا ما غنشكرش لكم راسي، ولكن يمكن داكشي اللي كان ناقص عندي في العقل زادوا لي سيدي ربي في الزين. كنت زوينه الحمد لله. المهم وانا ديك النهار كنت ساده في امي، ما كنهضر ما كنتكلم حيت كنعرف الا دويت كنزبلها. صافي السيد حماق عليا من تما ولا لاصقني ولا كيقول لي فحال هو بدا كيرد العلاقه بطريقه غير مباشره انها علاقه المعقول، ولا باغيني ولا خايف انني نطير من بين يديه، ولا كيغير عليا لواحد الدرجه اللي ما كطيحش في البال لدرجه ان التليفون ديالي كيقول لي نصوني عليك جاوبيني واخا تكوني في الطواليت، كيقول لي دخلي معاك التليفون ديالك. مهم السيد اش غنقول لكم بزاف كان كيهز الطوموبيل ديالو، مثلا الا قلت ليه ما نقدرش نخرج وبقيت واحد المده يهز الطوموبيل ويجينا حتى يجي حتى الحومه.
ويقول لي نزلي عندي غير نشوفك، ونزل عنده ويجيب لي الميكات ديال السقاطه ويقول لي هاكي. كان مهلي فيا وعلاقتي به ما نقدرش نوصف لكم كيفاش دايره. حتى انا وليت كنبغيه، كانت كلشي غادي مزيان في هذيك المده. ما غاديش نكذب البنات ونبدا ندير فيها زعما الفتاه اللي داخله سوق راسها. في هذيك المده كنت انا وياه كنهضروا في التليفون على زعما ما يقع من وراء الزواج. سيد كان كيقول لي شوفي انا بغيت شي وحده تكون متفتحه، بغيت نعيش معها الحياه، انا المراه اللي نكون معها ما نبغيش نغدرها، وداكشي علاش مرتي نبغيها تكون كتلبس مزيان، نبغيها دير، نبغيها تفعل، نبغيها ترك. انا كنت كنقول ليها سيدي ماشي مشكل، انا غير عطيني الفلوس باش نقدر انني زعما نشري الحوايج وهذا ونتهلا في راسي وعلى راس والعين، يعني ما عنديش مشكل. كيقول لي شوفي لا لا اللي طلبتيها جاتك، انا بغيت ما بغيتش نعيش حياه تقليديه، انا ما بغيتش نعيش بحالي بحال الناس، انا ما بغيتش ندخل لقمرتي لابسه زي في حياتي وضاربه ليا بيجاما في الدار. المهم هاد الهضره اللي كان كيقول لي صافي. دوزنا واحد المده ديال التعارف ما بيني وما بينه، تفهمنا فيها على كل شيء البنات، ومن موراها كان هز خواتاتو وكانوا جاو عندنا للدار، خطبوني البنات بشكل رسمي. الاب ديالي وعائلتي كانوا قالوا ليهم مرحبا، وخاصه انهم عرفوني انني باغا. الامور تيسرات على هذا الاساس، هز درت عرس ديالي. مهم كل شيء كان طبيعي وعادي جدا. وحده كتعرف واحد جا خطبها تزوجات به، كل شيء كان مزيان. مشيت عنده للدار دوزت معاه، يمكن احسن يامات في حياتي، كان مهلي فيا خرجني. حنا دارنا ماشي ما كانش خصهم، الحمد لله كنا على قد الحال، ولكن باش نقول لكم كان عندهم نسافروا ونخرجوا ناكلوا في الزنقه وداكشي، ما كانش عندنا هادشي. كان بايلا بغى يخرجنا كيدينا البحر، وامي كطيب الماكله في الدار، اولا كنمشيو للغابه ونطيبوا تما، يعني باش با يهزنا ويدينا للمطعم قليل جدا، ونقدر نقول لكم على رؤوس الاصابع. حتى فاش كنبغيو نسافروا كنسافروا عند العائله، ما غاديش نجيو نبدا نفشر عليكم ونقول لكم احق حنا كنا كنشدو اوتيل 5 ايطوال، لا لا كنا كنمشيو عند العائله. حنا العائله ديالنا كانوا عائله ماما من جهه الشمال وعائله بابا من جهه الجنوب. النهار اللي كيطلع لنا الشمال في الراس كنمشيو للجنوب، والنهار اللي كيطلع لنا الجنوب في الراس كنطلعوا للشمال. كنمشيو نجلسوا عند العائله ناكلو ونشربوا معاهم، با كان كيصرف باش ما غاديش نكذب، ولكن زعما باش نقول لكم كنشدو اوتيل ناكلو في الزنقه وداكشي، حنا هاد السفر ما عندناش. انا هاد السفر عشتو معاه، يعني هو اللي داني لوطيلات، كنا ناكلو في الزنقه، كان كيخرجني، كانت علاقتي به واعره. وطبعا انا في الاول ديال الزواج راه كتهلاي في راسك، كتلبسي، كتقادي، كان في ما كيدخل كيلقاني مقاده، عمر البيجاما ما جات عليا، كنت كنلبس البيجاما في الوقت اللي كنكون كنشقى. اما غير كنسالي وكنعرفو قرب يجي كنضربها ليا بتدويشه، ونضرب لك شي كولون، ولا نضرب لك شي شورت، ولا شي ميش دنوي. المهم كنلبس شي حاجه اللي زوينه، ونماكيي، ونقاد الشعر، ونصيب، وهذا مهم. ما كنخلي ما كندير، ديما كيجي كيلقاني كيف النواره. وكنت عايشه معاه واحد الحياه اللي زوينه بزاف. دوزنا البنات واحد المده حتى غنلقى راسي حامله. المهم لقيت راسي حامله، دوزنا الحماله بخير وعلى خير، واخا كنت حامله وكل شيء ما عمرني ما كنت هامله راسي بزاف. نقدر مثلا واحد نهار مريضه ولا يومين كتلقيني مجرتله، نهار الثالث كنوض ندوش نتقاد نصيب وهذا، لانه هو فحال كان مركز ليا على هاد النقاط، وكان دائما كيقول لي انا ما نبغيش نخونك. والحاجه اللي كانت فيه زوينه في هذيك الوقيته هي مثلا يكون خارج يبان لي شي سروال تجي مشرق، ولا يقدر يشوف مثلا شي وحده معاه في الخدمه لابسه شي حاجه يقدر يخرج يقلب عليها ويجيبها هي، ولا كيجي عندي وكيقول لي شوفي انا راه شفت واحد البنت شنو لابسه وشنو لابسه، عافاك شري ليا هاد الحاجه وبغيت نشوفك عليها. وهذا الشيء كان كيفرحني، كنت كنقول دائما ان راجلي راه كيبغيني انا، وما باغيش يغدرني، ما باغي حتى شي حاجه. الامور كانت كامله غاديه مزيان حتى النهار اللي ولدت، وداز تقريبا على ولادتي واحد العام. تما السيد ما عرفتش فحال مال اولا فحال كان كيجرجر فيا باش يوصل داكشي اللي بغى. ما نقدرش البنات نقول لكم شي حاجه. المهم تما هو يقول لي واحد النهار احقا محقا انا كنحس بالملل، وخاصه انا من مورا ما ولات، وراكم عارفين التربيه العلاقه ما كتبقاش كيف ما كانت، كيولي واحد النوع ديال البرود، كيولي واحد النوع ديال الملل. واخا تعياي ما تبزري وتعياي ما تماكي كذب عليك الكذاب، يعني كيولي واحد شويه الواحد كيحاربو. المهم فهاديك الوقيته غادي يجي عندي راجلي وغادي يقول لي شوفي انا كنحس براسي انني داخل في واحد المرحله الملل، وانا كنحس براسي انني ما بقيتش معاك مزيان، وانا خايف لا توقع شي حاجه لعلاقتنا، وانا كنبغيك وما باغيش نهائيا نخسرك لاي سبب كان، وانا زعما جيت دابا صارحتك. وحيت حنا في الاول ديال الزواج كنا اتفقنا ان اي حاجه تكون عندي ولا عنده نصرحوا بعضياتنا، مثلا انا مطلقه ما عجبنيش الحال على شي حاجه، مثلا جا فيه شي ريحه خايبه نقولها ليه، يعني في حال حنايا
قلنا باش العلاقه بينه وبينه تستمر خاص تكون هذيك الصراحه المطلقه، اشنو كيحس، اشنو كيبغي، شنو كيعجبوش، شنو ما عجبوش. فهو اي حاجه كانت كتكون كيجي يقولها ليا. قلت له اها وهياش زعما ما فهمتش. قال لي ودابا نتيا شوفي غير امتى اخر مره صيفطتي ليا كنبغيك؟ دائما كتصيفطي ليا جيب لي كوش، جيب الحليب، خاص البصله، خاص مطيشه. قال لي واخا هكا، قال لي علاقتي بيك بحال ولا تقليدي، داكشي اللي ما بغيتش. قلت له ماشي مشكله سيدي، بغيت نصيفط لك على الحب والغرام نصيفطو ليك. قال لي لا لا انا بغيت نتصاحب من جديد. قلت له ماشي مشكل زعما نعيشو داك الاحساس. قال لي شوفي انا غادي ندخل عليك، ديري فيسبوك جديد وندخل عليك وندوي انا وياك وحطي مثلا تساوى وهذا وهذا ونبداو العلاقه من جديد ونتعرفوا من جديد وانتي قولي لي انك مزوجه وانا نقول لك انني مزوج ونهضروا مع بعضياتنا وانتي عاودي لي المشاكل اللي عندك وانا نعاود لك المشاكل اللي عندي على اساس اننا زعما حنا ما كنعرفوش بعضياتنا. انا هادشي جاني في الاول في شكل ولكن قلت معليش الدنيا هانيه، اللهم يخوني مع راسي ولا يخوني مع شي وحده. المهم قلت له سيدي ماشي مشكل. فعلا داكشي اللي كان درت فيسبوك عطيتو لي دخل عليا، السلام السلام بغيت نتعرف عليك، انا تقلت عليه شويه، ديت كندوي معاه الضحك والتريقيل، شنو سميتك شنو ما سميتكش، مزوجه؟ قلت له ما مزوجاش، بقينا كنهضروا شويه، قلت لي احقا مزوجه. المهم بشويه بشويه حتى لواحد النهار وهو يقول لي شوفي انا مرتي ما كايناش، حيت فديك الساعه انا كنت غادي نمشي عند واحد السيده. قلينا مرتي ما كايناش اليوم، الا بغيتي تجي عندي. وانا نقول ليه قلت له ما نقدرش اليوم، انا دايره مع واحد السيده خصني نمشي عندها. قال لي لا لا وغير خلي السيده، ما غير خلي السيده. وكيهضر انا منيتي كيسحب لي زعما السيد غير داوي. صافي قلت ليه واخا، بقيت كنضحك. قلت له صافي واخا، فين كاينه الدار ديالك؟ قال لي في بلاصه فلان فلانيه، تجي تلقايني موجد كلشي. قلت له واخا سيدي. هزيت راسي البنات في داك الوقيته اللي غادي نمشي عند ديك السيده، هزيت ولدي مشيت. مشيت السيد هو يطلع لي الزعاف، الوقت اللي جيت انا للدار بدا كيغوت عليا، قال لي انا ودير معاك وفصلتيني وني الله كنت باغي نعيش، باغي نجدد العلاقه معاك. قلت له ما فهمتش. قال لي وانا قلت لك ما تمشيش عندها. قلت له ما انا ما فهمتش البنات، ما فهمتش. المهم بقيت كنحزر فيه واسمح ليا وانا ما فهمتش وما فهمتش. المهم بدا كيتعصب عليا. صافي هذيك دوزنا عاوتاني مده، بقيت كنهضر معاه حتى لواحد المره. واحد المره وهو يقول لي امتى راجلك ما كيكونش في الدار؟ قلت له علاش؟ قال لي بغيت نجي عندك هذه المره بلاص ما تجي عندي، انا بغيت نجي عندك للدار ولكن خاصك تكوني متاكده ان راجلك ما كاينش. قلت له واخا انا غنشوف لك معاه ونرد عليك. هذيك الساعه كنت عيطت له هو في التليفون، قلت له واش غادي تكون هذه العشيه؟ هو يقول لي لا لا ما جايش، عندي رونديفو مع صحابي. اورا انا عارفه هادشي كامل ما كاينش وغيجيكم هادشي مفشكل، ولكن هادشي اللي قسم الله. صافي عيط ليه وقلت ليه صيفط له ميساج، قلت له شوف راه راجلي ما جايش اليوم غيجي. قال لي متاكده عندك يمشي يحصلنا؟ قلت له لا لا نكون هاني. صافي السيد جا السيد، هو عنده الساروت وكيدق ومخبي واحد الدري دراما. مهم دخل وكيقول لي واو وزعما ديك العيبه اول مره، حيت اول لقاء هو هذاك اول مره غيشوفني ودازت العلاقه في شكلها وعطي راجلي كانه ماشي راجلي. كيتعامل في شكل، كيهضر في شكل، التعامل اللي تعامل مع ولدي في هذاك النهار خلعني. تخيلوا كيشوف فيه واحد الشوفات ديال الحقد بحال ما فهمتي ما عجبوش الحال. مهم واحد التعامل عرفتي بحال السيد عنده انفصام في الشخصيه. ما غنقولش لكم باش ما نكونش كذاب ونقول لكم لا حقا ما عجبنيش الحال 100%، عجبني الحال وما عجبنيش الحال حيت خفت من داكشي اللي كيدير، خفت السيد يكون مريض. خلينا البنات دوزنا داكشي، بقينا مصاحبين. قولي واحد المده حتى واحد النهار سد عليا، دخلت عليه قلت ليه شنو كاين ما شنو كاين؟ قال لي شوف اختي انا راه ما صالحاش ليا، بسلامه بسلامه. ما فهمت والو، انا قلت راجلي صافي راه مل هاد الضحك ديال البراهش وغادي نرجعوا لحياتنا طبيعيه. ايوا رجعت ما دويت معاه ما تكلمت، كنشوف شنو غادي يدير حتى غيجي عندي وغيقول لي احقا محقا انايا زعما مل من هذيك اللعبه ديال الصاحبه المزوجه، مل منها. وقال لي قال لي حقا محقا انا بغيتك ديري لي رقاصه ونتزعط فيك وتقولي لي لا حقا لا بغيتي تمشي معايا تعطيني فلوس. مهم سيناريو جديد. انا سمعت الفلوس عينيا زغلوا، قلت له سيدي ماشي مشكل مرحبا. المهم جا للدار لقاني موجوده القاعده، شطح علق ليا، قال لي احقا تمشي معايا ما تمشي معايا. درت معاه، مشينا انا وياه لواحد الدار هو كان كراها، مشيت معاه. المهم افلام افلام البنات افلام.
دوزها باش غير مات الماء وقلت معليش. من بعد جا عندي قال لي احقا عاوتاني ما عرفت صاحبي معايا وقولي لي عاوتاني صاحبت معاه وبقينا غاديين هكاك. المهم كل مره سيناريو، كل مره حاجه جديده، كل مره واشنو، كل مره واشنو. لدرجه بعد المرات كنكونوا حنا هكا مسخرين كنكون ما غادي المرجان ولا غادي هكا نتقدا ولا شي حاجه، وهو كيكون في الطوموبيل وانا كنكون جايه وكنبان ليه كيبدا يقول لي فسفس الزين، كنطلع ليه كيقول لي وما تمشيش معايا انا راه نتهلا فيك وانا ندير لك. انا كنبقى نضحك نقول له واخا. كنطلع معاه البنات وكيمشي على هذاك الاساس وكيسالي وكيحط ليا فلوس زعما بحال بنت الزنقه. هادشي كان كيجرحني ولكن كنت كنغمض عينيا وكنقول معليش الدنيا هانيه. وبقينا جارين هكاك واحد المده يا البنات، راه جايه لواحد 3 سنين، يعني 3 سنين وانا وياه في هاد الهبال. ولدي غادي وكيكبر وانا لاصقه على الاولاد، كنقولوا بغيت نزيد شي وليد ولا بنيه، كيقول لي ماشي دابا ماشي دابا، لا حنا خصنا نعيشوا الحياه بركة علينا غير هذا، من بعد نولدوا ولا بلاتي لا هادي. والسيد لا مرتو دابا مثلا فاش كيكون مصاحب مع شي وحده اللي هي انا كيتهلا فيا انا كمرتو، كيجي يجيب لي الكادويات كاينش تصرفات. والله البنات يلا ديال الحماق، انا ما قدرتش ندير ديك التصرفات كانه شخصين، كانه عنده جوج ديال جوج ديال الشخصيات، يعني ماشي كانه شخص واحد. وانا هادشي كان كيبرزطني شي، انا كنت كنخلط ما بين هاد الشخصيه وهاد الشخصيه. مثلا كيقول لي ممساليه، كيقول لي واش مساليه اليوم، كنقول له انت عارف انا ما مسالياش. كيقول لي ولا صاحبتي وما تبقاش قولي لي بحال هكا، صافي قلت لك ما مسالياش قولي لي ما مسالياش. ولا يعني فاش دوي معايا بهاد الشخصيه نسي انني انا راجلك ونسي انني انا عارف شي حاجه، فهمتوا؟ يعني كيبغي انه دائما فاش تدخلي معاه الشخصيه تبقى هو، فاش كيدخل الشخصيه كيبقى فيها، ما كيخرجش منها، ما كيخرجش. كيدير شي تصرفات ديال التسطيه، ديال التسطيه، يعني مثلا الحاجه انا ما كتعجبنيش هو عارف، وفاش كندخلوا لهذيك الشخصيه الجديده يقدر يديرها معاك ولا يقولها ليك ولا، وعارفني انا فاش كنقول لك كيقول لي انا ما عرفتش، كنقول له انت عارف، كيقول لي لا ما تبقاش خلطي انا ما عرفتش انت عاوتاني خصك تقوليها ليا. المهم هادشي كامل انا كنت مدوزاه، وكنت كنقول ليه بغيت الاولاد، كيقول لي ماشي دابا ماشي دابا ماشي دابا. واللي غتقول لي حيدي الفنيد ماشي جاني صعيب، ولكن انا كنت كنحاول انني نعيش معاه، لان السيد ما كان منقص عليا حتى شي خير، كنا عايش انا وياه مزيان، مهلي فيا، كيحترمني لواحد الدرجه اللي ما كطيحش في البال، وكيبغيني بزاف، يعني كيتعامل معايا واحد التعامل اللي في شكل. المهم البنات بقينا هكاك اليوم وغدا، اليوم وغدا حتى النهار لسيد هادشي كامل من منو، حيت جميع السيناريوهات اللي كيطيحوا لكم في البال درناهم. لدرجه انه واحد المره كان قال لي غادي تمشي للشارع فلان فلاني وغنصيدك من تما، وها شنو غتلبسي وها شنو غتلبسي وها شنو غتلبسي. وقلت له زعما هادشي راه ما يمكنش، قال لي لا، قال لي غير سيري. ومشيت البنات واقفه وشحال ديال الطوموبيلات دازوا عليا، وعاد جا هو وعاد هزني وعاد مشينا من تما. المهم انا فحال بقيت دايره لي الخاطر وغاديه كنتعامه حتى الاخر اللي صافي غينوض بينو وبينو سطاح تقريبا. هذه واحد العام ونص، هذه عام ونص البنات بقينا حنا نفس الموال. زعما والخطير في الامر شنو هو، واحد النقطه دابا هو عنده علاقات خارج يعني معايا على اساس انني وحده اخرى، وفاش كيجي كيقول انا مرتو فحال هو خصو يبين انه ما عنده حتى شي حاجه، يعني كيتعامل معايا هوك وانا كنتلف، انا تلفني وحمقني، ولكن كنت كنحس بها مغامره وغادي معاه في داك الهبال. شتي كامل اللي قلت لكم، والله البنات تقولوا لي انا مريضه، ماشي مريضه، انا كنت كنقول وكنت كنسمع ان الرجال بزاف كيغدروا عيالاتهم وداكشي، كنقول تكون عندي علاقه متميزه مع راجلي، مادام راجلي هو معايا فحال هكا كيعاود ليا كلشي، كيغدرني مع راسي، اللهم يغدرني مع راسي ولا يمشي يغدرني مع شي وحده في الزنقه. المهم مؤخرا واللي هذا هو اللي هنا فين غينوض سطاح، وهنا فين غنحس ان الامور ماشي طبيعيه. السيد مل من انه مثلا مع وحده ما كيعرفهاش، ولا يتخيل شخصيه جداد، ولا 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 دوك السيناريوهات كاملين. ولا البنات كيقول لي غادي ديري راسك وحده معايا خدامه، وكيعطيني السميات ديال البنات اللي خدامين معاه. هكا باش بدينا انا نصاحب معاك، انت خدامه معايا، هادي. وكيعطيني التصويره ديال ديك البنت، وكيقول لي مثلا حطيها في البروفيل ديالك ديال الواتساب ولا ديال شي حاجه، كيقول لي حطيها. كيدخل عندها وكياخذ من البروفيل ديالها وكيصيفط ليا، كيقول لي حطي هاد البنت بالضبط. انا في الاول ما كنتش رابطه، كان كيسحب لي غير بنت خدامه، هو ازل التصويره حتى النهار اللي غنكتشف ما عجبنيش الحال.
وقلت له لا انت مشهيها، قلت له زعما مادام نتايا درتي هكا الا وانت هذيك البنت عينك فيها. قال لي لا، قال لي انا هي عجبتني وبغيت نجرب هذاك الاحساس معاك انت، ما بغيتش نجربه معاها هي. قلت له واش حماقيتي ونوت مع الصداع؟ قلت له هادشي راه ما هواش. قال لي لا، وانتيا كتقلبي على المشاكل، انت ما بغاش شي الحياه، شكون في حالك ما شكون في حالك. المهم انا ما عجبنيش الحال، بقينا هكاك لدرجه مهم تخاسمنا وتصالحنا. قلت ماشي مشكل الدنيا هانيه، حيت انا كنت كنقلب على الحاجه اللي ما فيها الصداع. قلت ماشي مشكل الدنيا هانيه، درت له خاطرو. الوقت اللي كنكون معاه كيعيط ليا بسميتها، كيقول ليا شي هضره اللي كتجرح بزاف. كيقول ليا مثلا عجبتني مثلا انا وياه مثلا عندنا علاقه، يعني كيقول ليا شوفي فلانه، كيدخل عليا على اساس انني انا خدامه معاه. كيقول ليا انا كتعجبيني، انا كتحمقيني. كنمشي معاه في الهبال ديالو، كنقول له انا عارفك انت مزواج. كيقول ليا انا مرتي ما كنبغيهاش، انا كنبغيك انت وكنحماق عليك انت، وديك الهضره مهم ديال التسلقيط. كنبقاو نهضروا شويه، كيبدا يدخل معايا في داكشي اللي كيعيشو. كيقول ليا مثلا اليوم جيتي كتحمقي، حق الله البنات انا كنتزير وكنخرج على الموضوع، كنقول كيفاش جيت كنحمق؟ واش كضحك عليا؟ واش عجباتك؟ كيقول لي وعلاش خرجتي من الدور؟ كنقول له دابا انت شتيها، ولا كيقول لي مثلا جات معك الصايه، ولا جا معك هاد السروال، ولا علاش درتي العكار احمر؟ شي حوايج اللي هذيك خيتي اللي حنا كندوي عليها فعلا كاينه، يعني فعلا هي دايراهم. وانا كيقول لي ديك الهضره وانا خصني نجاوبو، انا هادشي ما كنتش كنتحملو، لان هنا فحال ولا بنت لي العلاقه شوي اي مره ما غاديش تحمل. وليت كنوض معاه الصداع، كيجي صالحني كيقول لي لا ماشي هكاك، وكيبقى عليا بديك الهضره ديال انا ما باغيش الروتين، انا راجل، اي راجل راه فحال هكا كيبغي يغير. انا هذاك الشيء اللي غنعيشو في الحرام معاها كنعيشو معاك في الحلال، زعما انت خصك تفهميني. كنقول له لا هادشي راه مرض وما بقاش عاجبني الحال. دوزنا هالبنات، واحد خيتي هي في الخدمه، واحد خيتي اللي كان اكثر هيك جبدها ليا. دوزتها ضربنا تصالحنا، داس مده سدينا الموضوع. واحد النهار هو يجي عندي وهو يقول لي انا هاد المره بغيتك تكوني معايا اختك، على واحد اختي اصلا هي اللي عندي. قال لي بغيت نعيش هذاك الاحساس ديال انني نكون مع اختك. قلت واش انت حمق؟ وصطيتي؟ قال لي لا، وانا بغيت نجرب داك الاحساس وانا هكا والسيناريوهات. بغيتك ندخل تلقي، ما انت مشيتي للحمام اختك كاينه في الدار. المهم تخربيق هذا وغاديه معاه في الهبال، وعاوتاني كيقول لي سميتها بواحد الطريقه، وكيبدا يهضر على المفاتيح ديالها وداكشي. راه ما كيعجبنيش الحال. ضربت معاه البنات. دوزنا مده عاوتاني، بدينا في سيناريوهات اخرين اللي بعاد على العائله شويه. في واحد النهار وهو يجي عندي قال لي شوفي انا ديري راسك انك اختي، يعني اختو هو. وبدا كيقول لي شي هضره يا البنات، اللي قسما بالله انا ما نقدرش ندخل معكم في التفاصيل. انا قلت لكم غنقمقم وانتم ما فهموش. هضره اللي كيقولها واللي كتحسي بيه ان السيد مريض، يعني كيدوي على اختو وكيدوي على مفاتيح اختو. اختو كنعرفها، وهذيك اختو بالضبط كنعرفها، يعني كيدوي على مفاتيحها وكيهضر على مثلا كل شخص كيكون عنده مثلا واحد الحاجه مميزه ولا ماشي مميزه، يعني فاش كيقول شي حوايج وفيها. وحتى مثلا فاش مثلا كتكون العلاقه، اسي انا بعدا انا بدا كينوض ليا الخاطر. هادشي صافي ما قدرش نتحملو، ولكن اللي زاد الطين بله واللي خلاني انني انا نكفر ونكره الدنيا هي الوقت اللي بدا كيقول لي لا ديري ماماك، لدرجه ان مو ميته مميته مني كان باقي شاب. واحد النهار كندوي انا وياه، هو يقول لي انايا بغيت نجرب داك الاحساس ديال امي. انا ندور فيه، قلت له واش تصطيتي؟ قلت له واش هادشي اللي كدير فيه راه ما هوهاش؟ المهم بدينا كنضاربو وكنتخاسمو، لان داكشي ولا خارج على السيطره كيف ما كنقولوا. مره كيقول لي جارتنا، بعد مرات كنكون غادي انا وياه كيشوف شي وحده في الزنقه كيقول لي انا بغيت هاديك، هاديك اعتقدي ديك الشخصيه كيسميها من راسو، ولا مثلا شي جارتنا، ولا شي وحده في عائلتي، ولا شي وحده في عائلته. المهم هادشي بدا كيتطور حتى انا ما بقيتش قاده، ولاو المشاكل بيناتنا. وليت انا فاش ما كنبغيش هو كيبدا يغوت، كيقول لي لا انت باغا تخسري العلاقه، انت هادي. في هاد الوقيته كنت دويت مع شهرزاد وعاودت لها ليستوار ديالي من احتزاد. قلت لها شنو كيوقع. قلت لها انا عييت وكنت هضرت معاها وقالت لي هادشي ماشي نورمال، راجل خاصو ضروري ما يتعالج. هضرت معاه ودرت معاه جميع الوسائل، وكيقول لي شوفي انا ما خاصنيش نتعالج، انا راجل طبيعي. كيقول لي هادشي اللي كنقول لك هو اللي الرجال كيديروه بالتخبيه. قال لي انا المشكل ديالي معاك هو انني صارحتك، وانت مراه مغربيه كتبقى مراه مغربيه، يعني ما عمرها ما كتطور، ما عمرها ما غتبغي تعيش مع راجلها الحال.
الحياه، شتي دابا انا خصني نكون حمار، خصني نمشي ندوي مع صاحبتي، خصني نمشي ندوي مع وحده عجبتني في الطريق نتبعها. قلت له اها، قلت له انا كنت غاديه معاك، قلت له انت وصلتي لامي واختي وامك واختك والجاره وبنت الجاره وما نعرف شنو. قلت له زعما هادشي راه بزاف، وهو يقول لي قال لي داكشي اللي كيشوفوه الرجال انا عي كنبغي نعيشو معاك. قال لي اما وحده اخر كيبقى يحنزز ويشوف وعلم الله راسو شنو كيتخايل، ويقدر يكون معاك هو كيتخايل حاجه اخرى. قلت له تخايل شغلك هذاك، غير ما تلزمش عليا انني انا ناخذ هذاك الدور، حيت راه ما بقيتش قاعده. المهم نوضنا الصداع حتى وصلت لواحد المرحله، لان فاش عاودت لشهرزاد قالت لي انا ما نقدرش، يعني قالت لي انا ما نقدرش نناقش موضوع بحال هذا، وزعما فهمتي. وفعلا البنات انا جاتني قاصحه دابا، راه حاليا الكلمات المناسبه ما لقيتهمش. صافي انا بقيت معاه كنجر حتى وصلت بيا العظم، هزيت شطيطو ومشيت لدارنا. قلت لهم باغا نطلق، حتى واحد ما بغى، عائلتي دو ا زد، خوتي امي با كلشي كان رافض موضوع ديال الطلاق. قالوا لي لا، وراجلك ولد الناس والله يعمرها دار ومهلي فيك، علاش باغا تطلقي؟ هضرت مع ماما، لمحت ليها شويه. ماما قالت لي الاسرار الزوجيه ما تخرجيهمش ليا وما تهضريش في هذه المواضيع معايا. كنقول لها ماما غير سمعيني، خصك تفهمي الموضوع. كتقول لي لا ما خصنيش نفهم، داكشي اللي ما بينك وما بين راجلك خاصو يبقى ما بينك وما بين راجلك. كنقول لها صافي خليني نطلق. المهم البنات دارنا ما بغاوش، وخاصه الاب ديالي كحل بالعمى والدلمة ما كحل بهذاك الطلاق. خوتي الدراري حتى واحد ما بغاني نطلق. المهم كنعيش واحد المشاكل في دارنا اللي ما نقدرش نوصفها لكم كيفاش دايره، لدرجه غير الا تحركت الا بغيت غير نخرج من الدار ما كيخليونيش، كيقول لي لا وانت هضرات الناس وشنو غادي يقولوا فيك. عسي عيشه واحد الالم ما نقدرش نقول لكم. لي غتقول لي خرجي خدمي ما كرهتش، ولكن انا راه ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، ما عنديش شي ديبلوم اللي غادي نخرج نخدم به. حتى من الدراع ديال الميناج والله البنات ما عندي، ولفت واحد الحياه وما كان منقص عليا حتى شي حاجه. انا دارنا دابا ابسط الاشياء ما كاينينش، شي ابسط 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 الاشياء ما كاينينش. هو كيصيفط المصروف ديال ولده، انا شي كنشري لولدي غير دانون غير هذاك الشيء، كنجي كنلقى خوتي كلاوه ليه. مهم عايشه واحد الحياه انا ما مستقراش فيها وما مرتاحاش. هو الوقت اللي رفعت انا الدعوه ديال الطلاق، حيت قلت لهم ما بقيتش باغاه، الوقت اللي رفعت الدعوه ديال الطلاق فاش تلاقينا في المحكمه قال لهم انا ما بغيتش نطلق، ودوا مع بابا وقال لهم انا هي ما عرفتش معها، انا كنبغيها، انا كنحماق عليها، انا باغيها، بغيت نرجعها. وبابا فاش كيسمع هاد الهضره كيقول لي غترجعي لراجلك. كنبغي نفتحوا في الموضوع، كيقول لي ما تفاتحينيش، كيقول لي شوفي ما تفاتحينيش ولا طلقتي دبري راسك، شغلك هذاك. دابا انا اخر مره مشيت للمحكمه مشيت لراسي، بابا ما بغاش يمشي معايا، امي قالت لي انا ما نمشيش معاك، قالت لي انت هي كطيري، حيت انا مشيت لراسي ورفعت الدعوه ديال الطلاق، قالت لي انت كطيري. عائلتي حتى واحد فيهم كلشي متبري مني، هو كنحس به. ما عرفتش بابا اخر مره دويت معاه قلت له انت خصك الا بغيتي نرجع ليك وكنتي كتبغيني خصك تمشي عند طبيب نفساني، وهو يقول لي انا طبيب ما نمشيش لي انا ماشي مريض، ولكن بقاي معايا غير بشويه بشويه، راه هادشي ما غاديش يبقى. قلت له شحال قدي؟ قلت له شحال انا راه صبرت معاك، حيت البنات راه المره الاخرى في ما كان كيقول لي شي حاجه كنوضها معاه ونتخاسموا عاوتاني كنتصالحوا، كيقول لي سمح لي وانا كنبغيك وانا كنحماق عليك، وكنقولوا زعما واش لهاد الدرجه انت كتشوف هاد الناس بهالطريقه. كيقول لي ماشي هكا، كيقول لي انا غير كندير هكا باش ما عمرني نفكر انني نغدرك، انا كنبغيك انت، كنحماق عليك انت، كنتسطح عليك انت. وحتى دابا يعني انا بعيده عليه كيصيفط لي ميساجات كيقول لي شوفي انا راه توحشك، انا كنبغيك، انا راه ما قادرش، انا هادي، انا راه خايف ندير شي حاجه، انا ما بغيت حتى وحده في حياتي من غيرك انت. تلفت البنات، تلفت فاش كنجي نشوف هذا الراجل اشنا هي اللي الحاجه اللي خايبه فيه، هي هاد الحاجه اللي عاودت لكم. الشيء الاخر كله مزيان، كيخرجني، كيسافر بيا، كيشري لي اللي بغيت، مهلي فيا، مهلي في ولدي لاقصى درجه. انا ولدي دابا في دارنا ومازال ما كملتش البنات حتى 4 شهور مقاده، ولدي ولا عصابي لواحد الدرجه اللي ما كطيحش في البال، وليتي لاحيتي لي حاجه كيبدا يغوت 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 يغوت، وهذا الشيء ما كانش لان اخوتي كيشدوا معاه السكير، با كيشد معاه السكير، بابا لي راجل كيشد معاه السكير. ما عرفتش ولدي ما مرتاحش، انا كنقول كيفاش غادي ندير. تلفت البنات ديال بصح، واليوم جيت نعاود لكم قصي، وكنتمنى انكم تنصحوني وتقولوا لي شنو ندير. الغسالات ديالي هنا سالت القصه ديالنا، ما تنساوش طبعا تخليوا الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى ليا الا نقول لكم حبيباتي ما تخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.